وحول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة سعادة السيد علي العرادي عضو مجلس الشورى. سعادة السيد علي، مساء الخير وأهلا بك في نشرة الثامنة، نشكرك على قبول الدعوة. جلالة الملك المفدى قال في خطابه خلال افتتاحه دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس، قال إن النموذج البحريني في مواجهة الأزمة الصحية التي يمر بها العالم بأسره وهي أزمة كورونا، هذا النموذج البحريني لا يقل شأنا على صعيد أفضل الممارسات الدولية. يعني كيف تلقيتم هذه الكلمات، كلمات الإشادة والفخر بالجهود الوطنية التي تم بذلها وتكاتفت فيها جميع الجهود الرسمية والشعبية لمواجهة هذه الأزمة الصحية؟ مساء الخير، وانتهز هذه الفرصة لمس بالخير عليك وعلى السيدات والسادة المشاهدين. أهلا. وكذلك أود أن نسجل وقفة إجلال وإكبار إلى مقام سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على تفضله بافتتاح دور الانعقاد الثالث من فصل التشريع الخامس يوم أمس. وأعتقد بأن هذا يعتبر بالنسبة لنا كأعضاء في السلطة التشريعية هو إيذان بمرحلة تضافر فيها جهودنا مع جهود السلطة التنفيذية لتعزيز المكتسبات وتعميق الإنجاز. بالعودة إلى سؤالك حول مضامين الخطاب السامي في موضوع جائحة كورونا، نجد جليا وواضحا أن خطاب جلالة الملك حفظه الله يركز في كل مرة على أن العنصر الوطني هو دائما الذخيرة وهو دائما العتاد لهذا الوطن، وأن المكسب الحقيقي هو البناء على المنجزات الوطنية لصون المصلحة العليا للبلاد وتحقيق الأهداف. نرى كذلك بأن تأكيد جلالته حفظه الله على أن ذلك المستوى المشرف الذي تعاملت به مملكة البحرين مع الجائحة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد الأمين يعتبر نموذج بحريني، بمعنى أن هذا النموذج الذي نال الإشادة العالمية واعتبر كما تفضلت أنت من أفضل الممارسات الدولية هو تأكيد على أن المواطن البحريني هو من دائما تركز عليه كل الجهود الوطنية. نجد كذلك بأن كلمة صاحب الجلالة السامية قد أشادت بجهود المواطنين وبوعيهم، وأشادت كذلك بأنهم عماد هذا الوطن، وأن تفاعلهم وتعاطيهم مع هذه الجائحة وتعاطي كذلك المؤسسات الوطنية الأخرى ورجالات البحرين المخلصين في دعم الوطن هي من يعني جنبتنا الأضرار المترتبة على الجائحة. أعتقد بأن هذه اللغة الأبوية دائما وهذا التقدير الملكي يعتبر بالنسبة لنا وبالعودة إلى سؤالك من أهم المحفزات للمزيد من العمل والمزيد من العطاء. وأعتقد بأن هذا هو المثال الذي دائما ما نحتذي به، وهذا هو الدافع الحقيقي لكي نتجاوز التحديات ولكي نواصل بإذن الله في عجلة التطوير وفي عجلة التنمية الوطنية الشاملة. نعم، سعادة السيد علي العرادي عضو مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.